ان كل الحقول تحتوي على بيانات وما تبقاش فاضية. not empty so the identification with be between the two passwords, ان يكون identification between the two passwords بين الكلمات ايه تكون متطابقة. دي عندي الجملة بتاعت اف، الجملة بتاعت اف او الكود بتاع اف ده التعبير بتاع كود بتاع اف ده خاص بالتأكد من عدم ترك اي حقل فارغ وتطابق كلمة المرور وتأكيدها. هنستخدم الجملة دي، ودي معناها اذا كان المتغير دولار ساين، معناها المتغير دولار ساين تكست اندرسكور يوزر لا يساوي سلسلة حرفية فارغة، ولو كان المتغير دولار ساين تكست اندرسكور باس لا يساوي سلسلة حرفية فارغة، وإذا كان المتغير دولار ساين تكست اندرسكور بس يساوي المتغير دولار ساين تكست اندرسكور كون. طبعا علامة التعجب وبعدها اتنين ايكوال معناها لا يساوي. كمان علامات الكوتيشن دي معناها امبتي سلسلة فارغة، كلها ايكوال من غير الاكزكليميشن مارك، تبقى دي معناها ايه ايكوال. يصبح الناتج النهائي ترو، حيث يجب التحقق من الثلاث شروط المذكورة عشان يكون الناتج النهائي ترو. في حالة عدم تحقق الشرط أو أكتر يصبح الناتج النهائي فولس. بعد كده نحفظ الصفحة ونحمل الصفحة في مستعرض الإنترنت اللي هو الإكسبلورر، وندخل بيانات إيه شخص جديد، نسجل دخول مرة تانية ونتأكد من عدم تعمد مطابقة كلمة الإيه المرور أو الباسورد. نتحامل إنه تم تسجيل البيانات بنجاح. The third subject أو الدرس الثالث اللي عليه الدور اسمه designing page sign in PHP sign out PHP، اللي هو إيه designing page تصميم الصفحة بتاعت sign in وsign out، تصميم صفحة تسجيل الدخول يعني والخروج. هنا هو تصميم الصفحة، فكرة الموضوع ده إيه؟ طبعا بنستخدم برنامج الاكسبريشن ويب. فيرستلي كرييتنج ساينينج ان بي اتش بي باي يوزنج اكسبريشن ويب، باستخدام برنامج اسمه الاكسبريشن ويب. هاو ات وركس، بيشتغل ازاي الاكسبريشن ويب؟ انسيرتنج ذا يوزر نيم، هندخل اليوزر نيم اند باسورد، ذن كليك اون انتر، ونتك على انتر الزرار بتاع انتر، انتر بتون. سيرشنج ان يوزرز تيبل، ندور او نبحث في الايه في جدول اليوزر عن اليوزر نيم، تيبل فور ا يوزر نيم اف ات اكزيستس، لو انا عندي يوزر نيم. ذن ات هاز بين كومبيرد، وبعدين بيحصل مقارنه بين الاثنين.